مشاهدي ومتتبعي قناة التيسير، سلام الله عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غيكون فيه أجوبة على جميع الأسئلة المتعلقة ببرنامج دعم السكن اللي غيتم تطبيقه ابتداء من السنة المقبلة بحول الله 2024، يعني 1/1/24. ففي هذا الفيديو غادي نطرقوا الاجوبه، لان كاين بزاف بعض الغموض، كاين الناس مازال ما عرفاش، كاين اللي للاسف الشديد كاين اللي يقدموا معلومات مغلوطه. فاحنا غنعطيكم الاجوبه الصحيحه على جميع التساؤلات المتعلقه ببرنامج دعم السكن اللي قلنا لكم غيطبقوه ابتداء من السنه المقبله بحول الله 2024. فدعم السكن المباشر، وكاين اسئله بزاف كتدور في البال ديالكم، فنحاولوا اننا نجاوبوا عليها في هذا الفيديو، ونتمنوا اننا نكونوا حققنا المبتغى. فالسؤال الاول هو شنو هو الدعم السكن؟ فهذا دعم السكن هو دعم مادي مباشر غادي تعطيه الدوله لاي واحد بغى يشري دار. السؤال الثاني، شحال فيه هذا الدعم ديال السكن؟ هذا الجواب على هذا السؤال فيه 10 المليون بالنسبه لاي واحد شرى دار او برطمه بقل من 30 مليون لتحت، يعني قل من 30 مليون لتحت اي استفد من 10 المليون سنتيم، يعني كدعم مالي مباشر. وبالنسبه للناس اللي ياخذوا مثلا برطمه او دار بين 30 مليون و70 مليون فعنده دعم ديال 7 المليون سنتيم. بالنسبة للسؤال الثالث، شنو هي الشروط باش نستافد من هذا الدعم ديال السكن؟ فالشروط اولا خاص تكون الجنسية مغربية، بالنسبة للمقيمين في المغرب او في الخارج كلهم يستافدوا. كذلك الشروط الاخرى خاص ما تكونش عندك السكن بسميتك، ومعمرك تكون استفدتي من السكن الاقتصادي اللي دارته الشركات اللي كانت استفدت من الاعفاء الضريبي. وبالنسبة مثلا هناك سؤال آخر، بالنسبة مثلا كيقول مثلا الزوج ولا الزوجة، مثلا الزوج استفد مثلا كان استفد مثلا من السكن الاقتصادي، أما الزوجة ما استفدتش، فهنا تحت الزوجة ممكن أنها تستفد من هذا الدعم المباشر بشرط أنها تحقق الشروط اللي قلناها، أنها تكون ما عندهاش أي ملك بسميتها، معمرها استفدت من السكن الاقتصادي. فهذو هما الشروط ديال الاستفادة من الدعم ديال السكن المباشر. بالنسبة للسؤال الرابع هو شنو هو هذا السكن؟ فشنو هو هذا السكن؟ يعني السكن خصو يكون سكن جديد وعنده رخصة السكن أقل حاجة تكون 2023، يعني قل رخصة السكن بتاريخ قبل 2023 لن تقبل، يعني ما يقبلوش هذا العقار فهذا الدعم. فالدعم كي يعني يصبو الى ان تكون لك سكن جديد، ويكون يعني تكون سكن جديد والرخصه ديال السكن ابتداء من 2023 واول مره كيتباع. هذه هي الشروط ديال هذا السكن اللي هو الموضوع ديال هذا الدعم المباشر. هناك سؤال اخر كاين، هو كيفاش غادي نشد هذا الدعم؟ يعني هذا سؤال مهم وجوهري، كيفاش غادي نشد هذا الدعم؟ وهو يسمى بالدعم المالي المباشر، ولكن ما غاديش تاخذوا فلوس مباشره، فغادي تكون حسب المعلومات التي استسقناها، فغتكون منصه الكترونيه غتحط فيها المعلومات ديالك بخصوص شروط ديال الاستفاده من السكن، غتحط فيها رخصه السكن اللي كتكون اقل من يناير، ما تكونش اقل من يناير 2023، يعني من يناير 2023 الفوق. وكذلك بعد سبعيه ايام كيتم دراسه المعلومات اللي عمرتيها في هذيك المنصه الالكترونيه، ويكون الجواب اما بالرفض او القبول. وهاد فهاد سبع ايام كيتاكدوا من المعلومات باش يتاكدوا بان واش فعلا السكن جديد، يعني معمره ما تباع، اول مره كيتباع، وعنده رخصه السكن يعني ما تقلش على يناير 2023، ويكون الجواب باش تستافد من هذا الدعم. بعد ذلك غادي يقولوا لك جيب لنا وعد بالبيع او عقد اولي للبيع، كتمشي عند النوطير كدير وعد بالبيع او عقد اولي وكتدفعوا في المنصه، وكي يتاكدوا النوطير غيعمر لك وعد بالبيع وغتدفعوا في هذيك المنصه. وبعد الاجل ديال 30 يوم
كتوصل ماشي انت اللي كتوصل ب 10 المليون او 7 المليون، كيتوصل بها الحساب البنكي ديال النوطير، وبعد ذلك كتستفد من هذا السكن. كاين متتبعينا ومشاهدينا واحد السؤال اخر، وهو حول البرطما اللي كانت اقتصاديه، الشقه الاقتصاديه اللي كانت القيمه ديالها 25 مليون، واش ما معنياش بهذا الدعم؟ ليست معنيه بهذا الدعم، فحسب تصريح الوزيره فغيبقاو ذوك البرطمات الاقتصاديين ب 25 مليون سنتيم، لان هذه الشركه هذه الشقه الاقتصاديه كديرها شركه اللي كتحصل على الاعفاء الضريبي، فهادو ما معنيينش بهذا الدعم المباشر. وهناك سؤال قليل اللي كيطرحوا من عديد يعني التساؤلات القليل، وهو شنو يعني من بعد فاش كتشري هذا العقار، هذا العقار بواسطه تستفيد من هذا الدعم، فاللي غيشري عقار ويستفيد من هذا الدعم فهو ملزم اتجاه الدوله انه يستعمله كسكن رئيسي لمدته 4 سنوات، لان غادي يوضعوا في الملكيه ديالو رهن على ذلك العقار، وممنوع يعني توظفوا في شي نشاط اخر الا الى السكن الرئيسي، وممنوع تكريه الا 4 سنين، كدوز 4 سنين من بعد ذلك كتدفع واحد الوثائق كتثبت انك فعلا سكنتي في هذاك السكن الرئيسي، مثلا كتدفع ورقه الماء والضوء والكهرباء، او كتجيب شهاده اداريه من السلطه كتبين كتثبت انك فعلا كنت تستعمل هذاك السكن كسكن رئيسي. ونفس الامر بالنسبه للمغاربه المقيمين في الخارج، فكيجيبوا كذلك الدلائل والوثائق اللي كتثبت انهم هم عندهم هذاك السكن رئيسي لمده 4 سنين، وفاش كدوز 4 سنين يتم رفع ذلك الرهن، وكتولي عندك حريه التصرف في ذلك العقار، يعني تبيعه ولا تكريه كتولي حر في التصرف في عقارك. فكيبقى الهدف من هذا البرنامج ديال الدعم السكن المباشر، وهو تسهيل ديال ولوج الطبقات الاجتماعيه ذات الدخل المنخفض اللي عندها واحد المدخول منخفض، وكذلك الطبقه المتوسطه الى السكن، وباش يقلصوا كذلك من العجز السكني، وكذلك تسريع وتيره استكمال البرنامج ديال مدن بدون صفيح. وكذلك الغايه من هذا البرنامج ديال الدعم السكن المباشر هو تنشيط العجله الاقتصاديه العقاريه، غتكون هناك حركيه اقتصاديه مهمه على مستوى الشركات المقاولات الصغرى والمتوسطه، وغتكون الشركات العقاريه تخدم، وغتكون فرص الشغل للعمال، يعني غيخدموا البنايه، غيخدموا لحد السدوره، غيخدموا صحاب البيبان الخشب، يعني العقار هو كما نقولوا واحد العجله اللي كتجمع بزاف المتدخلين، منهم كذلك الوسطاء العقاريين، كذلك المقاولين، يعني بزاف الامور اللي كيزليجيه، يعني بزاف المهن اللي كتخلق هذا الورش العقاري. ولذلك كانت الرؤيه السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أنه يعطي التعليمات ديالو باش يعني تكون هاد البرنامج للدعم السكن المباشر باش يستفدوا منه المواطنين. يعني هذا صراحة يعني خبر وبرنامج جد مهم. متابعينا الكرام ومشاهدينا الكرام، نتمناو أننا جاوبنا على جميع الأسئلة اللي كتدور في البال ديالكم، وإن شاء الله غنديروا حلقات أخرى إن شاء الله بالتفصيل حول هذا الموضوع وكذلك مواضيع أخرى إن شاء الله. شكرا للمشاهدة والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.